73 متر كاري كتجي من موبل اير بليس 3 المجموع ديال الشقق ديالو 9 ديال الشقق كل طابق فيه 3 ديال الشقق. نرجعوا لونطري ونشوفوا لونطري عندنا باب كيجي بالعود كيجي بها التصميم سامبل كيف ما كتشوفوا وعلى لونطري عندك صالون اللي كيجي بهذه المساحه كيجي البلافو ديالو بلي سبوت والهيد على لونطري على اليمين عندك بلاصه لانستالاسيون ديال التيلي في هذا الفاس هذا الكولوار كيجي بلي سبوت وعلى لونطري على اليمين كاين الحمام الرئيسي الحمام اللي كيجي بالرشاش والطواليت الروميه والفاز كبير بلاكار ديالو كيجي بهذه المساحه هاد الشقه كتجي بثلاثه ديال الغرف جوج ديال الحمامات صالون ومطبخ نمشيو من الصالون غنمشيو للمطبخ اللي فيه واحد التيراس اللي كبير تبارك الله المطبخ كيجي ايكيبي البلاكارات حتى للسقف الفوق والتحت ام دي اف لاهوت البلاك الفران بلاصه الثلاجه وعندك بلاصه ديال الماكينه ديال الصابون عندك في التيراس التيراس اللي عنده واحد الاطلاله على البحر عندك هنا بلاصه ماكينه الصابون وبلاصه شوفوا نعطيك واحد الاطلاله على البحر كما كتشوفوا البحر تقريبا 10 او 8 ديال الدقائق البحر على رجليك بلافو كيجيب لي سبوت نمشيو للغرفه الاولى الاولى كتجي بهذه المساحه هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي وهاد الغرفه راه كتجي بهذه المساحه البلافو كيجي سامبل وكتجي سامبل الغرفه الثانيه اللي كتجيب الحمام ديالها الحمام كيجي على لونطري ديال الغرفه كيجي بالفاس الطواليت الروميه والرشاش والزليج كيجي مختلف على باقي الشقه على شكل باركي وهاد الباب ديال الحمام اللي كيجي بالالومنيوم كيجي رائع تبارك الله هنا البيبان ديال لونطري ديال الغرف كيجيو سامبل لي بواني كيجيو باللون الفضه الغرفه هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي البلافو كيجي بالليد ولي سبوت صباغه راه صباغه الخيال اللي كتعم الشقه ككل وهاد الغرفه راها فيها البلاكار نمشيو للغرفه الثالثه الغرف اللي كيجيو مطرفين على الصالون والمطبخ الغرفة الثالثة اللي هي هذه كتجي بهاد المساحة 73 متر كاري تبقى بثمن جد مناسب إن شاء الله الثمن ديالها غتبقى بواحد وخمسين مليون قابلة للتفاوض يعني راه مازال نزيدو نقصو ليكم إن شاء الله في الثمن وقريبة لجميع المرافق هاد الشقة شو هاد الكولوار كيجي بلي سبوت كيجي رائع تبارك الله 73 متر كاري الثمن 51 مليون قابلة للتفاوض مشاهدينا الكرام كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم اللي بغى يزورنا ياخذ فكرة مرحبا و الف مرحبا اللي بغى المزيد من المعلومات ملي الا يتصل بي على الرقم 06 80 86 50 مرحبا بالجميع